كانت لا سيمين ريح مزيان، لعبنا دو بون مانش الحمد لله، قدرت انني نحافظ على لا بروميير بلاس دورون توت لا كومبيتيسيون. وكنبغي نشكر الاستاذ ديالي رضوان الحافر والكلوب نوتيك ديال لا مارين رويال اللي ديما كيعاونونا على لي زونترينمون وكيعاونونا في لي كومبيتيسيون. سي توجور ان بليزير باش اننا نلعبوا في ان بلون دو بحال داليا مع دي كومبيتيتور في المستوى. عندي 16 عام، انا كنتمي للجمعيه الرياضيه ديال يخت كلوب محمديه. انا فرحانه اليوم حديت كلاسمون 3 في الكاسيس فيمينين، وكنتمنى ان لا كارير ديالي جديده في لازر تكمل هكا، وان شاء الله في لي زوت كومبيتيشن دي بروميير بلاس. شكرا. من النادي البحريه الملكيه الفائز بمرتبه ثالثه في صنف الالكا 7، والفائز بالمرتبه الثانيه في صنف الالكا 7 الاقل من 21 سنه. وانا فرحان بزاف لحقاش درت واحد العام، درت واحد المجهود في لونطريمون ديالي لا في الكلوب لا في اي بلاصه، والحمد لله ربي ما خيبنيش، وكلاس مو كان عاجبني بزاف مع الناس اللي تبارك الله لاعبين ولاعبين. وكنشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا، وبامكاني نذكرهم لي، كنشكر النادي كامل، لا لي زونترينور حتى لي زاتليت، البحريه كامله اللي وقفات معنا مني كنا صغار، يعني من البدايه ديالنا توصلنا لهذا النيفو. كنتامي لاسوسياسيون سبورتيف يوت كلوب دو محمديه، درت دوزيام كلاسمون جينيرال في كاتيغوري راديال. فرحانه بالكلاسمون ديالي، كنتمنى ان شاء الله نكون كاليفي للشامبيون دي موند اللي غتكون في اكتوبر ان شاء الله، ونديروا فيها ان بون كلاسمون حتى هي. كيف جاتك هذه المباراه؟ التنظيم والاجواء؟ صراحه التنظيم كان مزيان، كل شيء مزيان، الريح حتى هو كان كروتون النهار الاول والثاني، النهار الثالث طاح شويه الريح، مي واخا طاح لعبنا مزيان الحمد لله. هذا النادي اللي يلاه بدا له ديماراج ديالو هادي عام ونص، وقدر في ظرف وجيز باش يكون بعض الابطال، بحيث احتلت جمعيه داليا المرتبه الثانيه في تصنيف كلاسمون باغ ايكيب. هذا في حد ذاته انجاز كبير، دونك ولاد هاد لا ريجون انا كنقدم لهم لي فيليسيتاسيون ديالي، وكنقول لهم يزيدوا يخدموا باش ان شاء الله يديونا بطولات المغرب في السنوات القادمه. وان شاء الله لي كلوب كانوا فرحانين، و جو سوي سور غادي يعاودوا يجيو عندنا، لان هذا لو سيت ولا ان سيت بريفيري ديال لي زوت كلوب من جميع النواحي. سيت ان سيت اللي كيوفر الرياح من جميع الجهات، تيار بحري، وكيكونوا الناس هنايا، كيكون لو سبيكتاكل، والحمد لله كل شيء داز مزيان. بالنسبه للنتائج في الصين في الاوبتيميست، الاول كان من مدينه اكادير، بالنسبه للازر من نادي البحريه الملكيه للدار البيضاء، وباغ ايكيب المحمديه والجمعيه الداليه تكلاسات الرتبه الثانيه باغ ايكيب.